ما في اللايف باش يكون على بالكم. أستاذ الرابط من فضلك، ايه بصح الأستاذة حليمة مازال ما دخلتش. هاي دخلت معلش حتى تبدأ تعرفي بهم وكذا ومن بعد. مازال قالت لي عندي شغل ودوك نجي، سما تأكد باللي راهي هنا. وصلك الرابط؟ وصلني دقيقة نحطه. أستاذة حليمة، مساء الخير. من المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية عبد الرحمن بن حميدة بولاية بومرداس، نحييكم في لقاء جديد ومتجدد. مثل ما تعودنا دائما على هذه الندوات الثقافية الأدبية، ونلتقي فيها ببعض الكتاب أو الشعراء أو النقاد، وحتى في الأيام القادمة ستكون هناك لقاءات مع مفكرين. بالنسبة لهذه اليوم اخترنا يعني موضوعا مختلفا، لم يعني أول مرة من نناقشه في هذه الندوات، وهو التحولات الشعر المعاصر وأسئلة الخصوصية والتلقي. بالطبع سنتكلم عن التجربة الجزائرية في هذا المجال والشعر المكتوب باللغة العربية. والمشاركون في هذه الندوة أو ندوة هذا المساء الشاعر أمجد مكاوي، والشاعرة والأكاديمية حليمة قطاي، والشاعر يونس السلطاني، وتدير الحوار الأكاديمية ربيحة حدور. أرحب بكم مجددا من المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، وأتمنى أن يكون هذا الحوار يعني يثري هذا الموضوع المتعلق بالتحولات الشعر الجزائرية أو الشعرية الجزائرية. يعني نحن أطلقنا من عناوين، نحن في الأخير نتكلم عن موضوع الشعر، وهو موضوع واسع ويعني لا يمكن الإحاطة به في ربما في ندوة واحدة، ولكن سنحاول. نتمنى أن نقرأ تعليقكم، ويتفضل الشعراء أو الأكاديميين بالإجابة عنها كلها، ونتمنى لكم مشاهدة طيبة. لك الكلمة الصديقة والأستاذة ربيحة حضور. شكرا أستاذ عبد الوهاب، سعيدة مجددا في هذه الندوة الجديدة من سلسلة ندوات مكتبة بومرداس،
مساءكم طيب، أهلا وسهلا بكم. كما تعودنا نعرف أولا بضيوفنا الكرام. معنا دكتورة حليمة قطاي، أستاذة وباحثة دكتوراه تحضر لمناقشة الدكتوراه في تحليل الخطاب ولسانية النص في القرآن الكريم، عضو مؤسس لبيت الشعر الجزائري، عضو استشاري في جماعة فاي الشعرية، حاصلة على عدة جوائز أدبية منها جائزة الشعر المغاربي، جائزة رئيس الجمهورية للإبداع الشعري، وجائزة أحسن مخطوط شعري في 2013. من إبداعاتها حين تنزلق المعارج مجموعة شعرية، وهكذا الحب يجيء كذلك مجموعة شعرية، معها أيضا كتاب أكاديمي استراتيجية العنونة في الكتاب النقدي القديم، مساءلات في الحداثة والتراث دراسة نقدية. معنا أيضا يونس السلطاني من مواليد 11 أبريل 1999 بمدينة معسكر، يحضر حاليا ليسانس تاريخ وحضارة إسلامية بجامعة الأمير عبد القادر. قسنطينة من أعماله: لم أركب السفينة فكتبت الغرق. نتمنى أن لا نغرق في هذه الحصة. أمجد مكاوي، شاعر من مواليد 1 فبراير 1983 بالجلفة، ليسانس، يبدو أن الجلفة هنا تنجب الكثير من المبدعين، ليسانس أدبي من إصداراته يكفي القليل من الصمت مع دار فيسرا، والديوان الثاني الذي قرأته كأول الخريف دار ميم. من جوائزه التي نالها جائزة علي معاشي 2013 عن فئة الشعر، وحاليا هو رئيس النادي الأدبي والفني لدار الثقافة لولاية الجلفة، ورئيس رابطة أدباء وكتاب ولاية الجلفة. أهلا وسهلا بكم، وشكرا جزيلا على تلبيتكم الدعوة. أستاذة حليمة، مرحبا. أستاذة ربيحة تستمعي؟ صوتي نعم مسموع؟ أنا في الاستماع، فقط كنت مع أمجد يحاول الدخول. بداية أستاذة طيب، مرحبا. يقول، نعم، يقول شوقي بالزير: الناس نيام، فإذا ما مات الشعراء فانتبه. وهي جملة تحيل حسب معناها إلى أهمية الشعر. ما دور الشعر في وقتنا هذا أستاذة؟ في رأيك ما هي أسباب تراجع هذا النوع؟ وهل الأمر متعلق بذائقة المتلقي أم باستنفاد الشعر طاقاته التجديدية على المنافسة؟ وهل يجب حقا أن نطرق الآن ناقوس الخطر للحديث عن انسحاب واضح للشعر الجزائري أمام الرواية التي يعد عصرها، عصرنا هذا عصرها، بما تثبته الأرقام، المبيعات، الجوائز الممنوحة، وحتى على مستوى التلقي؟ أو وعموما لماذا يجب أن نهتم الآن بالشعر؟ لك الكلمة أستاذة. السلام عليكم، مساء النور، صحة قهوتكم جميعا، وقت القهوة هذا. أولا شكرا على الدعوة، شكرا لهذا الإنجاز في هذا القحط المعرفي الرهيب، المعرفي والثقافي والأدبي والفني، خاصة ونحن في عزلة قصرية، يعني نحاول قدر المستطاع أن نفتح أفاقا قدر المستطاع، نلبي حاجاتنا في المشاركة وحاجاتنا في التلقي، حاجاتنا في السماع، حاجاتنا في المعرفة. شكرا للمكتبة و رئيسي ومديرها الأستاذ الروائي الكبير الوهاب فيساوي، شكرا للأستاذة ربيحة الباحثة الجيدة. الحديث عن الشعر
كنت أتمنى لا ألتقي مع من ألتقيهم على مائدة معرفية في بخصوصية الشعر أو فيما يخص الشعر. أحس الحديث عن الشعر هو مخز، هو 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 ضرب من الوجع، هو هو جرح وتفتيق لجرح جديد. كنت أود أن لا أتحدث عنه خاصة وأنا أكتب بصورة ما، لا أدعي أني شاعرة ولكنني أكتب بصورة ما. أهمية الشعر ولماذا العزوف عن الشعر؟ أعتقد أن العملية الإبداعية بما أنها عملية واعية في جزء منها، أن العقل أو الوعي يتطلب بصورة ما أن يكون في حالة من السكينة والأريحية حتى يستطيع العطاء. يعني إذا أردت أن أنتقل من مرحلة معرفية لمرحلة معرفية أخرى، أن مرحلة مثلاً لو كان نشوف الأنبياء الرسل الصالحين، اللجوء يكون دائماً إلى جغرافيا فيها سكينة وفيها أريحية. كانوا يفرون من جغرافيا الأهل إلى جغرافيا الطبيعة، إلى جغرافيا الجبال، إلى علاء، طلباً لهذا الأريحية، هذا البعد عن الحياة المادية، عن السخط، عن الحياة المتعبة، عن اليومي، عن الاجتماعي، يشكلون نسقاً خاصاً. الغار كفكرة لإنتاج المعرفة مثلاً، الغار، لجوء سيدنا محمد إلى الغار بما أنه منتج لمعرفة جديدة، رسول عليه الصلاة والسلام أنتج معرفة جديدة اتبعها العالم كله في فترة ما وهو يتبعها إلى الآن. فإنتاج المعرفة يحتاج، باعتبار أن الشعر هو معرفة، يحتاج إلى حالة شعرية، يحتاج إلى حالة خاصة، إلى نسق معرفي خاص. هذا النسق المعرفي يتطلب أيضا جغرافيا خاصة. باش نقول بني أنا كشاعر أستطيع أن أكتب في هذا الجو المشحون، فمن الصعب الكتابة في هذا الجو المشحون، من الصعب أن يتحدث الشاعر وكل ما حوله يتحدث. البارود يتحدث في البلاد العربية، الفقر يتحدث، الرصاص يتحدث، كافة الهموم تتحدث. يعني هناك صوت للرصاص، هناك صوت للألم، هناك صوت للموت. فلا أعتقد أن هنالك قصيدة أكثر مجازا من هذا. حتى وأنت تكتب، من يستمع؟ هل تستمع الناس إلى أخبار النشرات أم تستمع إلى الشعر؟ ولهذا نحن نجد بصورة ما، بعد ما كان الشعر وسيلة إعلامية، لا من جاء إليه الآن، على اعتبار أنه لن يحدث أو لن يفرغ شيئا من شحنات الوجع التي يحدثها النسق الاجتماعي والثقافي والاقتصادي الذي نعيشه. هنالك ألم، هنالك وجع، هنالك حياة مادية نخوضها متعبة. يعني لا يستطيع الشعر، ولن يعد الشعر قادرا على أن يعالج أو يداوي هذه الجراحات. حتى وان لجأت كشاعر، انا بين ضفرين كشاعر لست وحدي، يعني حتى وان لجأت كذات شاعره الى ان اكتب، فربما ألجأ الى حاله من السكينه التي هي حاله من الهذيان وحاله من الذهان. يعني حتى الشعر عاد يعتبر كانه لم ينزح، يعني كانه في هذا الزمن. قلت وبالتالي فلا يستطيع الشاعر أن يكتب في خضم هذه الحالة من التعب، وهذه الحالة من الوخز، وهذه الحالة من لكن أستاذة نعم أستاذة، لكن ألا ترين أنه الشعر هو في حد ذاته كما يقول الغذامي بكاء فصيح؟ يعني هو الشعر يجب أن يكون هناك ألم لكي يكتب الشاعر، فإذا ما تخلى عن مجارات الألم، عن إدراجه في النصوص، فلا يعتبر هذا يعني مشكل في سياق ثقافي أدبي كهذا؟ إذا قلنا أن القصيدة عادة تكتب حزينة، ربما لو كان ننتبه إلى ما كتب في العالم، الأوديبة والهوميروسة والملاحم الكبرى، أنا بالنسبة إلي أكبر النصوص التي تعجبني تأثر علي الهذانية، من المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتد من يجزع، من النصوص الرائدة هي النصوص الحزينة. كلما
كتب النص حزنا كلما كان أشد وخزا وأشد تأثيرا. الذي قصدته ليس أن الشعر لا يستطيع الحديث عن الألم، يتحدث عن الألم ولكن من يسمع؟ في هذه الحالة قلت في الحالة، بالإضافة إلى ليس فقط الحالة التي نعيشها من التيهان المادي، هناك طغيان، هناك تغول المادة، ليس فقط الحياة المادية بما فيها، أقصد هنا الحالة العربية عموما ولا الحالة اللي في الجغرافيا العربية على صورة أخص. كيف أنا قلت هناك تغول المادة أيضا. قبل 10 سنوات مثلا لم تكن العائلة تعرف، كنا نعيش بأسرة عائلية، كنا نعيش نحكي ومشحفة في الليل، نلتقي العائلة على 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 مائدة مثلا مشحفة حاجة، أنا أتذكر ذلك جيدا يعني مع أهلي ومع. الآن ما عادش كاين وقت للبصرة العينية، عادش كاين وقت لسماع الآخر، علاش؟ لأن لكل واحد عالمه الخاص. كيف يستطيع؟ أعتقد ليس وظيفتي لوحدي كشاعر أو ككاتب، حتى أنا بالنسبة لي لما نقول أن الرواية أخذت، لا ليس الأمر كذا. لو نشوف مثلا في ترجمة الشعر حتى عالميا ما عندوش المكان اللي عند الكتابة السردية، لا، لأنه بالعادة لما تجي مثلا ترجم الشعر يكتب مجازا، الشعر لغته علوية عرفانية، يعني الانتقال من مرحلة ما، طبقة من المعرفة إلى طبقات أخرى، حتى الوصول، مسألة الوصول للحقيقة. طبعا الفلاسفة كبار هايدغر وهيجل ونيتشه كلهم يعتبرون أن الشعر والفلسفة لهم نفس الدور والبحث عن أو إيجاد الحقيقة. قلت على عكس الشعر الحقيقة فيه الاعتماد على المجاز، الجواز والعبور، الانزياح، العدول، هذا الذي يفتق اللغة ويفوق اللغة على اللغة داخل اللغة. هنالك التفوق في الشعر للغة على اللغة داخل اللغة بفضل الانزياح وفضل العدول، هذا الذي لا تملكه أو لا تعول عليه السرديات أو لا تعول عليه الأعمال السردية. السرديات مبنية نوعا ما على الحكاية، ونحن خاصة عربيا في المحيط هذا أمة سماعية يعني. فبالتالي في الترجمة، حتى في ترجمات الكتابات أو الأعمال السردية، تستطيع أن تترجم الحكاية لكن لا تستطيع أن تترجم تصور شاعر أو المجاز. من 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 هذه الناحية، غير باش نقراوها قراءة من ناحية الترجمة، ننتبه إلى أنه لا يستطيع الشعر، يحتاج إلى مثيلة أكبر، إلى وعي أكبر، إلى وعي بالعالم أكبر، لأنه هو بحد ذاته يعطي رؤية مختلفة للعالم. يعني يمكن أن نفهم من كلامك هذا أن الشعر مقرون بتحولات المجتمع، مقرون بالرؤية التي توجد في هذا السياق المعاصر، في سياق العولمة والمادية، وليس كمشكل عام هكذا يمكن فصله. بمعنى أنه لو انتبهتي، لا أستطيع أن أقول أن ليس للشعر مكان الآن، ومجال المقارنة في حد، مقارنة بالعصور السابقة منذ قرون مثلا، منذ امرئ القيس، منذ بشار، منذ أبي نواس وغيرهم وغيرهم. حتى هنا يعني حتى إلى وقتنا الحاضر كانت شوية الحالة أفضل. لا أستطيع أن أقول أن الشعر مرتبته زاحت وليس له مرتبة على 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 الأرجح مع بقية الفنون، أو على الأخص مع مقارنة بالرواية ومقارنة بالأزمنة السابقة، لأن هذه المقارنة خاطئة ومقارنة مجحفة. الشعر في مرحلة ما كان بنية ثقافية وفكرية عليا، يعني درجة أنه الجاهلية أو عند مجيء المعرفة الجديدة هي نص الخطاب القرآني، حدث أن هذا النص زحم هذا النص، يعني هنالك بنية فكرية كبرى، هنالك قيمة لهذا النص، قيمة ثقافية، قيمة دستور، لأن الشعر بالنسبة إن كان دستور، قيمة أنه كان ديوانا، كان يعني كان حافظا لأنسابهم، لتاريخه، كان يعني كان مش من العرب كتابة، لكن الشعر كان ينتقل من مكان إلى آخر، كان وسيلة إعلامية. الشعر بالنسبة إليهم ناطق للمجتمع، وحتى أنه كانت قبائل تحتاج أنها تحضر لها أو تنتج
يعني كأنها كمصنع ينتج شاعر لأجل أن يذود عن القبيلة ويقول عنها على اعتبار أنه وسيلة إعلامية. كل هذا موجود الآن، هنالك وسائل إعلام مختلفة، هنالك كتب، هنالك آلة فكرية وثقافية تقدر بالتوكس، عندك ملايين المعلومات في الثانية الواحدة. يعني لا أعتقد أن الشعر يعني هو وحده في المجال، وبالتالي لا، المقارنة لا تجوز بالنسبة إليه، لأن المرحلة مختلفة ولأن المعطيات مختلفة. جميل. إذا كخلاصة يعني سريعة لما قالته الأستاذة، الشعر معرفة، الشعر مقرون بالتحولات، ولا يجب أن نربطه بمقارنة بسيطة برواية هكذا. يعني نحاول أن نلخص للمتابعين فكرة الأستاذة، ما يعني ما دور الشعر يعني الآن في هذا السياق، ماذا سنستفيد من الشعر؟ أي هو الشعر؟ أي يفيد الشعر؟ فما دور الشعر في الحقيقة؟ لو انتبهنا إلى الحالة اللي فيها الثورات العربية مثلاً، لا يستطيع الشاعر أن يتكلم والشارع يتكلم. فالحاجة إلى الشعر هي حاجة الشارع، يعني لما يتكلم الشارع مثلاً أو يحتاج الشارع إلى نصوص، وهذه النصوص بطبيعة الحال حتى تؤثر. هذا إذا حكينا على الكم. أنا لا أحكي هنا عن شعرية النخبة، إنما أحكي عن شعرية العامة، لأن لما نتكلم إحنا عن الشعر، الشعر موجود لكن من يقرأه؟ نحن نتحدث بصورة عن الكم، يعني نحن نقارن بين الكم والنوع. فالشعر موجود، أو بالنسبة لي أو بالمناسبة مرحبا بالشاعرين أمجد ويونس. فهذا أكبر دليل أن الشعرية والشعرية موجودة، والشعرية موجودة. وبالتالي من يعرف؟ بالنسبة لي أنا لا أعرف، لم أقرأ من قبل الشاعرين، هذا مشكل. يعني إذا كانت النخبة لا تقرأ، فهمتيني؟ مش هناك، ليس هناك مجال للالتقاء، ليس هناك مجال ل هذا الأمر ليس منوط فقط علاش راني نقول أنا بين هذه العوالم الافتراضية سمحت بما لم تسمح به العوالم الرسمية. نلتقي فيها على منصة الكلام أمر غير متاح الآن بالنسبة إلي أو بالنسبة إلى الكثيرين. فقلت بأن الشعر موجود، ولكن نشوف مثلا بأن بدر شاكر السياب مثلا، القصيدة التي أبهرت، القصيدة الكونية بالنسبة إلي واللي تبقى تؤثر وتبقى تتحرك عبر الأزمنة، هي أنشودة المطر، قصيدة الثورة لكل زمان ومكان. فلما تحتاج إلى تفتيق ثورة داخلية ترجع للسياب مثلا. يبقى الشعر محفوظا في خزانة ما حتى تحتاجه البشرية، مثل النصوص الثابتة والنصوص المقدسة. بالنسبة إلي الشعر هو نص مقدس. شكرا جزيلا لك نحتاجه متى زحنا ومتى تألمنا ومتى توجعنا. هنالك حالة تلتقي فيها الآفاق الشاعرة بالآفاق المحتاجة إلى الشعرية. إذن الشعر يعني هو صوت للآخر، يمكن أن نقول هذا ككل فن وككل إبداع. أكيد. سيد أمجد. مساء الخير دكتورة. مساء الخير. مساء النور. في هذا السياق جدا الذي أنت تسمع، يبدو أنه لا 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 لم أسمع ماذا قلتي، رجاء أعيدي. لم أقول شيئا بعد، قلت هل سأل يعني تسمعني؟ خلل في الشبكة لدي. يعني صوت، أتمنى فقط أن تعدل ربما المكان لأنه لا أسمعك بشكل لا جيد. لا يبدو
دقيقة يعني دقيقة أغير في الشبكة و... إذا كان في إمكان أستاذ أيها أستاذ ربيعة، إذا كان في إمكان أنه يغلق، إذا كان الفيديو فيه مشكل عند أمجد يغلق الفيديو ويقوم بمداخلته صوتيا فقط. المشكل ليس في الفيديو، المشكل في الصوت. أوكي صح. أستاذ أمجد، يبدو أن الإنترنت ستفسد علينا هذه الندوة. أستاذ أمجد، طيب أستاذ يونس، أستاذ يونس أستاذ يونس، نسمع فيك يا أستاذة، نسمع فيك بشكل عادي. الأستاذ يونس ما شاف وين راح، ولا أستاذ أمجد تنك أمجد؟ لا أعلم إن كنت صوت واضح والصورة واضحة. أستاذ أمجد، يبدو أن المشكل كان عند الدكتورة، لأني كنت أسمع الدكتورة الشاعرة حليمة قطاي جيدا وأراها جيدا. الآن لا أعلم، الدكتورة يبدو أنه انقطع الاتصال عندها. أيوة. أنا أسمع فيك. طيب أستاذ أمجد، فضلي، في السياق كهذا، هذا السياق الذي ربما الأستاذة أنكرته، يعني هي لا تريد أن نقارن، أن نقارن تلقي الشعر بتلقي الرواية، مع أنه أرى أن هناك فعلا ميل نوعا ما إلى الرواية. لما اخترت الكتابة في الشعر في سياق كهذا، سياق لا يشجع على الكتابة أصلاً؟ وكيف يعني، ما مفهومك أنت شخصياً للشعر؟ وهل تؤمن أن هناك يعني جمهور خاص بالشعر؟ أولاً مساء الخير دكتورة ربيحة، مساء الخير دكتورة الشاعرة حليمة قطاي، مساء الخير الشاعر صديقي يونس السلطاني، مساء الخير على كل من يشاهدنا. شكرا للمبدع صديقي الروائي عبد الوهاب عيساوي، مدير المكتبة الرئيسية المطالعة العمومية بمرداس مكتبة عبد الرحمن بن حميدة على هذه الدعوة الكريمة. وحقيقة هي هذه يعني فرصة أن نطل وأن نتنفس بعض ما يجول بخواطرنا عن هذا الجرح العميق الذي نعانيه ولا نتمنى أن نشفى منه، وهو جرح الشعر. في الحقيقة عندما تتحدثين عن الشعر، فلا بد أو من الضروري ألا تتفق الآراء حول هذا الفن، فوسيمته الاختلاف، وسيمته التميز، وسيمته التفرد، عكس الفنون الأخرى التي يمكن ضبطها داخل قوالب محددة وقوانين محددة تنظم هذه الكتابات بحيث أنها تجعلها جاهزة في قوالب لتقدم للمتلقي في الصورة التي تحدد له. بينما الشعر لو يعني تمعنا قليلا لوجدنا أنه منذ اكتشاف الشعر
إلى يومنا هذا نحن لا نتفق حول تسمية معينة أو عفوا حول تعريف معين للشعر ولكينونة الشعر، وهذا ما يجعله يعني يتميز عن الفنون الأخرى. بالنسبة لمشكلة التلقي، والله لا أعتقد أنه التلقي هذا يعني محور يدرس على 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 مدى، ولا يمكن أن نتناقش فيه في ربع ساعة أو 20 دقيقة، لأنه فيه معطيات كثيرة وفيه أسباب كثيرة وفيه، ولكن نحاول أن نحصر هذا الأمر في مسألة ما يعرف بالعزوف عن قراءة الشعر أو العزوف عن متابعة المشهد الشعري، وهذا الأمر يحيلنا إلى عدة أسباب، من بينها لا أريد أن نتهم المتلقي دون ونبرئ الشاعر، يبدو أنه الأمر مشترك ما بين الشاعر والمتلقي في حدوث هذا العزوف. نحن كشعراء يبدو أننا لم نجد بعد القالب الذي يبحث عنه المتلقي الحديث، هذا المتلقي الذي تشغله الحياة يعني بأمور كثيرة وكثيرة وكثيرة، من بينها السوشيال ميديا. يعني المتلقي الآن سيجد المتعة وسيجد الشيء الذي يطلبه بصور مختلفة وكثيرة في السوشيال ميديا، هناك الفيديو كليب، هناك الأغاني، هناك الموسيقى، هناك الأفلام، هناك المسلسلات، هناك إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ولكن أنا لا يمكنني أن أقول أن هذا الزمن تجاوز الشعر. الشعر لا يمكن تجاوزه باعتباره وحالة إنسانية ترتبط بالإنسان. هو في النهاية ما هو الشعر؟ الشعر هو تعبير عن حالة خاصة أو حالة عامة بفلسفة وبجمالية وهذه الأشياء لا يمكن أن يمكنها أن تنتهي أو أن يعفو عنها الزمن. الإنسان مهما تقدم ومهما تطور ومهما بلغ ما بلغ من العلوم، سيبقى ذلك الإنسان الذي سيحتاج إلى لحظة جمال مع نفسه، لحظة تعبير، يبحث عن أسلوب يشعره بإنسانيته. فلذلك الشعر موجود لهذا الأمر. وكما قالت الدكتورة الشاعرة حليمة قطاي، لا يمكن أن نجعل الأمر كمسابقة أو كسباق ما بين الرواية والشعر. الرواية في النهاية مادة بين قوسين إذا صح التعبير، مادة علمية أو تحمل الكثير في طياتها، بين طياتها من المواد العلمية. لذلك لا يمكن للكاتب أن يختار أن يكون روائياً أو أن يكون شاعراً. قد يختار أن يكون روائياً، ولكن لا يمكن أن يختار أن يكون شاعراً. بالنسبة لي أنا لم أختار أن أكتب الشعر، هي أشياء يعني تحدث ويجدها الإنسان في داخله، وفقط يفتش عنها فيكتشف أنه بإمكانه أن يكتب الشعر، باعتبار أن الشعر يعتمد بدرجة أولى عن الموهبة، ثم يعتمد على أشياء أخرى كالاطلاع وتنوع الثقافات والنهل من مختلف الفنون الأخرى وكذا. ولكن لا يمكن أن يدوس على الزر كي يصبح شاعرا، هذا أمر آخر تماما. ولكن بالعودة إلى سؤالك، يعني حول ما إذا لماذا اخترت، أولا أنا لم أختار، ثانيا لو أتيح لي الاختيار أن أختار ما بين أن أكون شاعرا أو روائيا، طبعا سأكون شاعرا، لأني
أعلم أن الروائيين في الليل عندما يخلون إلى أنفسهم يكتبون بعض المحاولات للتعبير عن أنفسهم خارج سياق الرواية، يكتبون تلك المحاولات الشعرية، يريدون أن يكونوا شعراء. طبعا أنا لا أقلل من شأن فن الرواية، فن صعب جدا. أنا شخصيا لم أنجح ولم أوفق في كتابة الرواية، ولكن كي لا نقول أن نعم أستاذة، الشاعر أمجد يقول أنا لم أختار أن أكون، ولا أختار أن يكون شاعرا على اعتبار فنون أخرى هكا. في الحقيقة الشعر هو الذي يختارنا، المشكل أنه الشعر ليس عملية فنية أو ليس إبداعا فقط، هو تهمة في هذا الزمن وتهمة كل زمن. يقولون شاعر مجنون، يعني قرنت الشعرية بالجنون يعني. ولهذا نوعا ما نوجد نوع من الإحصائية للشاعر. الشاعر مقصي في زمنه، مقصي في نسقه الاجتماعي، مقصي في حياة في الحياة المادية. ولهذا رانا نشوف هذا النوع من نشوفه اللي هو عزوف، ولكن في الحقيقة من القدم يعني من قديم الزمان الشاعر مختلف عن الآخر. الشعر له عوالمه الخاصة. الشعر كما قال أمجد قبل قليل حين يخلو إلى وسادته يرى ما لا يراه الآخرون، يقرأ العالم بصورة مختلفة في الظلام، يقرأ العالم بصورة مظلمة في النور، يقرأ النور مختلفا في وهكذا. يعني هنالك الشعر يعيش بالمجاز، يعيش بالمختلف، يعيش بالجواز عن العادي. ولهذا قلت حتى منذ القدم اتهم، يقولون شاعر مجنون، اتهم او الصقات بالشاعر تهمة الاختلاف والإقصائية والجنون. شكرا. نعم استاذ، هذا يعني تفضل أستاذ أمجد. طبعا لن أختلف تماما مع ما قالته الشاعرة حليمة قطاي، وأنا أقول هنا الشاعرة ولا أقول الدكتورة، تحدثت تحدثت بالشاعرة ولم تتحدث بالدكتورة. ولعل حديثنا اليوم هو حديث شعراء، يعني دون إقحام الأكاديمية كثيرا داخل المحور هذا، ولكن أنا قصدت بأنه الشاعر لا يختار أن يكون شاعرا وكذا، وإنما الشعر هو الذي يختارنا. نعم الشعر هو الذي يختار أين يتموقع وأين يتمركز وأين، ولكن العملية ليست أنه إنسان يحب الكتابة وإنسان يحب الأدب أنا أكتب، ماذا أكتب؟ أكتب الرواية أم أكتب الشعر؟ الأمر ليس هكذا إطلاقاً. الشعر ألم، الشعر هم، الشعر جرح عميق، الشعر أنا عميقة تتحدث، أنا عميقة تتحدث، تفرض نفسها علينا كي نتحدث باسمها، تفرض هذه العوالم، هذه التي قد يراها الناس عوالم غريبة، والشاعر الذي يرى أنه هذا العالم في لحظة ما يرى أنه مقصي، ويرى أنه يعني وجب عليه الدفاع عن نفسه ووجب عليه فرض نفسه. ولن أجد خيرا من جدنا المتنبي وهو يحاول أن يدافع عن نفسه ويثبت أنه يعني شاعر، وأن للشعر مكانة في قوله كأن الريح تحتي أوجهها يمينا أو شمالها، وهو يعني أقصى ما قد يبلغه الشاعر من الاعتقاد الشعري في نفسه. لن أختلف أيضا مع الدكتورة في أنه الشاعر مقصي، الشاعر مهمش، الشاعر يعاني من إذا صح التعبير من مؤامرة لإزاحته من عوالم الأدب الجديدة ومن
من أوساط الأدب الجديدة التي يحاولون فرض فنون أخرى، ربما ما لا أعلم، ربما تتعلق المسألة تتعلق بالتجارة أو تتعلق بانتهاج سياسات حديثة اقتصادية وإلى آخره. وإذا ما قارنا عفوا إذا ما قارنا الرواية بالسيناريو والسينما والتي أصبحت اقتصاد كامل مستقل، فمن الضروري أن نجد، من الطبيعي عفوا أن نجد أن الشعر يعاني من مكانه، الشعر الذي كعبه عالي ولا يستطيع أن يقول انظروا إلي أني أعاني وأني مقصي ومهمش. ولكن هناك إقصاء ممنهج ضد الشعر، وإن كان هناك بعض المحاولات من بعض المسابقات وبعض الجوائز، ولكنها شيء ظرفية. الشعر الآن يحتاج إلى مشروع ضخم لإعادة تموقعه داخل. نحن أنا لست من جيل قديم، يعني أنا من مواليد 1983، يعني نشأت على ثقافة شعرية، حتى داخل المدرسة الابتدائية أو داخل المتوسطة أو الثانوية، أو نقرأ للشعراء، حتى الأساتذة يتحدثون معنا حول هؤلاء الشعراء المعاصرين أو القدامى أو المحدثين، أو إلى عكس اليوم الذي عكس ما نراه اليوم، أنه حتى بعض الطلبة أو التلاميذ في المتوسط ربما معلومات قليلة جدا 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 لديهم عن 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 الشعر، ربما يعرف مفدي زكريا بحكم النشيد الوطني أو لا أعلم أو كذا. مع ذلك لا 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 يفقه شيئا ولا يعرف شيئا عن الشعر، وهو هذا الأمر الذي أقصد به أنه يعني هناك توجه جديد كامل نحو فنون كتابية أخرى تفرضها أجندات وتفرضها ظروف ومعطيات أخرى. ولكن في المقابل أعود وأقول أنه نحن أيضا كشعراء ربما لم نجد الطريقة أو الأسلوب اللغوي أو عفوا اللغة بتعبير أدق، لم نجد اللغة التي يبحث عنها هذا المتلقي الحديث وهذا القارئ الحديث. نحن أيضا لازلنا رهن حسابات شعرية قديمة. طبعا عندما أقول قديمة لست أقصد القديم البعيد، نحن لازلنا نعاني من عدم تحيين لغتنا الشعرية بما يتطلبه الزمان الحالي الذي فيه أشياء كثيرة اقتحمت حياة الإنسان، ونحن كشعراء لازلنا يعني بين قوسين وصراحة لازلنا لم نتجاوز الذاتية في تعبيرنا الشعري، وهذا ما يجعل المتلقي لا يفهمنا ولا يجد حلقة تواصل معنا. دكتورة لا تظهرين في الصورة ولا أسمعك الآن. لا 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 أسمعك دكتورة. أنا أسمعك جيدا. أنا لا أسمعك. المشكلة مع عدم الحضور. سيد عبد الوهاب تسمعني؟ نعم أسمعك أستاذة. نعم أسمعك أستاذة. وأنا أسمعك، يعني يبدو أن المشكلة عندنا. أسمعك أنجل. عادي، أنا أسمعك وحاضر عادي بشكل عادي جداً يعني. إذن المشكلة عند أمجد.
لا 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 انا نسمعكم مليح وراني نشوف في عبد الوهاب مليح ويبدو انه المشكله الصوره عندك الاستاذه ربيحه الصوره عندك متوقف يعني ثابته امجد المشكله عندك الصوره عندك ثابته استاذه ماهيش تتحرك استاذ عبد الوهاب تشوف فيا راني نشوف فيك عادي ونشوف الاستاذه حليمه عادي طيب قد استاذه ربيحه راها الصوره الان غير موجوده المشكلة عند الاستاذه السلام عليكم ماذا عن الصوت اسمعينا بسرعة استاذ عن الصوت اكد لي انه تسمعونا جيدا نسمع صوتك انا اسمع صوتك تفضلي دكتورة تمام استاذ امجد قلت يعني لا 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 قلت لن نجد القالب الذي يناسب هذا المتلقي في هذا الوقت هل اسميه هذا يعني اعترافا أنا لم أسمع ماذا قلتي بعد الاعتراف ولكني سأستنتج ما قلتي قلت أنت يعني صرحت أنه لم نجد القالب المناسب لهذا المتلقي يعني هل هذا اعتراف ثم أليست هذه طريقة نوعا من الإشارة إلى أنك جعلت الكتابة الشعرية من أجل المتلقي من أجل القارئ من أجل الآخر طبعا لماذا نكتب الشعر أو لماذا أن لماذا نخاطب الآخر أو لماذا نخاطب المتلقي نخاطبه يعني كي نصنع تلك الحلقة ما بينه وما بين الشعر بدرجة أولى قبل أن نصنع تلك الحلقة التي تجعله يتواصل معنا من خلالها إذا كان المتلقي لا يفقه ماذا أقول فهنا المشكلة أنا يعني لا يمكنني أن أذهب للمتلقي وأقول له أنت لا تفهم وأعزف عنه هنا مشكل لا المتلقي هو الحالة العامة لماذا تطور الشعر ولماذا تحين القاموس اللغوي للشعر هل ما كان يقوله امرؤ القيس هو نفسه ما قاله المتنبي طبعا نقصد لغة هو نفسه ما قاله أبو نواس بعد هو نفسه ما قاله بدر شاكر الصياب طبعا لا إذن هنا البيئة والحياة تفرض القالب اللغوي يعني نحن بصريح العبارة بعد لم نجدد في الشعرية بشكل يعني جدي وبشكل يعني ممنهج بحيث أنه يجعل أنه لكل شاعر منا مشروعه الشعري الخاص نحن لحد الساعة لا نملك مشاريع شعرية نحن نكتب نصوص نعبر طبعا نحن أيضا لدينا أسباب تجعلنا نفكر بهذه الطريقة نحن نعاني من مشكلة النشر نحن نعاني من مشكلة إزاحة الشعر من 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 الحياة في 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 حياتنا سواء العامة أو الخاصة نعاني من كما قالت الصديقة حليمة قطايف في البداية نعاني من
من ظروف بين قوسين خاصه نعاني، نحن ايضا لا نجد ذلك المتسع الذي يجعلنا نتفرغ تماما لمشروع شعري حديث يحيين اللغه ويحيين المصطلح الشعري، بحيث انه يجد فيه المتلقي حلقات او حلقه التواصل مع 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 الشعر. بصريح العبارة المتلقي لا يفهمنا، ونحن ما زلنا نعاني ونرى أنه ما يطلبه المتلقي لا يتناسب يعني وتعبيرنا الشعري. السلام عليكم الدكتورة، تسمعينها دكتورة ربيحة؟ السلام عليكم. هل يمكن التدخل ربيحة؟ سمعوكي. نود أن نسمع الآن رأي يونس. نعم يونس؟ نعم، أعتذر عن التأخر، كان عندي مشكلة في الاتصال. سمعني سيد أمجد؟ نعم صديقي يونس، أسمعك جيدا. يبدو أنه الخلل عند الدكتورة. نعم. الدكتورة نعم. ربيحة يبدو أنه عندها خلل، حتى الأستاذة أختلف مع ألو. نعم نسمعك جيدا أستاذ صديقي يونس، يبدو أن الخلل عند الدكتورة ربيحة. نسمعك. نعم يبدو أن الخلل يونس، نسمعك. قد أختلف معك في الرأي في قولك بأن الشاعر لم يجد القالب المناسب للمتلقي. النص عندما تكتبه لا تفكر في الجمهور، لا تفكر في القارئ، عليك أن تكتب لنفسك، أن تكتب النص كما يأتي وحيا، لأن النص سيبحث عنه القارئ. لا تنتظر من القارئ أن يبحث عن النص أو من النص أن يبحث عن القارئ. عم صديقي يونس، ولكني أنا لست أقصد أن يكتب الشاعر ما يطلبه المتلقي، أو بتعبير فكاهي يعني فهمت هو ليس يكتب ما يطلبه المشاهدون، وإنما أنا أقصد المتلقي هذا وهو يعبر عن المرحلة الزمنية ويعبر عن متطلبات المرحلة الزمنية. على الشاعر أن يواكب الزمن، لأن الزمن لن يواكب الشاعر، كن على ثقة، أنت مطالب بأن تواكب الزمن. الزمن سيتجاوزك وسيمضي، الزمن لا ينتظر أحدا ولا يرى أحدا. الزمن مركبة، اللي ركب مشى، واللي ما ركبش يقعد في مكانه، يتراوح مكانه. هذا ما قصدته أنا بأنه على الشاعر أن يكون ابن البيئة، ابن اللغة، ابن اللحظة طبعا، ابن الحالة العامة للمجتمع نتاعو. لا يمكنك صديقي يونس أن تخبرنا في قصيدتك الآن أنك استيقظت صباحا وتطيت جوادك وذهبت إلى البيتزيريا مثلا، ستخبرنا أنك ركبت السيارة وذهبت إلى المقهى الفخم وجلست في الكرسي الفخم وشربت القهوة في قدح القهوة الفخم. هذه هي ما أقصده أنا، أقصد أنك تستخدم أدواتك الموجودة، وهذا ما جعل المتلقي أو القارئ، أنا لا أقول عزفة، عندنا مشكلة القارئ الوهمي تقصدها انت؟ والله شوف، حتى الروايه، شوف احنا رانا ركزنا على الشعر اكثر، ولكن معنا
صديق عبد الوهاب العساوي وهو روائي، حتى الروايه مش تقرا، ما يوهموش الناس ويقولوا انه كاين المقروئيه في الروايه، الروايه ايضا لا تقرا، وتقرا فقط من شريحه معينه من 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 الناس اذا صح التعبير، بين قوسين بين النخبه او بين المهتمين بهذا الفن. نحن نعاني من انه المهتمين لا يقرؤون الشعر، لا نتحدث عن الناس، الناس لا تقرا للروايه ولا القصه ولا الشعر ولا المسرح، الناس انشغلت وانصرفت إلى أمور أخرى. نحن الآن نتحدث عن القارئ الذي يفترض أنه نخبوي، والذي يفترض أنه نوعي، طبعاً أنه حقيقي ونوعي، فهو لا يقرأ الشعر. عندي سؤال فقط صديقي أمجد، يعني سؤال أو هل السؤال المطروح، هل يجب أن يقرأ الجميع الشعر؟ هل يجب أن يقرأ الناس كلهم الشعر؟ هل الشعر هو متاح للناس جميعاً؟ هذا هو وهذا هو الدور. أليس الشعر قيمة متعالية إلى حد ما، وقيمة ذاتية وقيمة على رأي هيجل ربما، أن الشعر هو أنه السرد أو النثر هو لغة المدينة أو لغة، وهو لغة يعني بشكل ما أفقي، وأن اللغة المتعالية أو اللغة التي تخاطب الذات المتعالية هي لغة، هي التي تعبر عن الشعر، أو الشعر هو تلك اللغة التي نخاطب بها الذات المتعالية. يعني هو من اليوم الأول فصل في هذا الموضوع. ألا تعتقد، يعني ألا تعتقد أنه يعني هو محاولة أيضا للشعر، هو نوع من المحاولة للتعالي، يعني أو للمخاطبة الذات العليا، أو محاولة للارتقاء أكثر منه هو لمخاطبة الآخر أو مخاطبة الشبيه، هو مخاطبة لذات متعالية وليس لمخاطبة الشبيه. أنا أظن أنه هو سؤال، أنا يعني لست متفقها كثيرا في الشعر، ولكن أعتقد أنه أو هو أقول سؤال، أنه أظن أن الشعر ليس بالضرورة أن يكون متاحا للجميع، ليس يكون متاحا للجميع، هذا ما أردت أن أقول يعني. وبالتالي لما دقيقة فقط، أنه إذا قلنا هذا الكلام يعني لا نلوم الناس لماذا لا تقرأ الشعر، لأنه الشعر ليس موجها لكل الناس يعني فقط يعني، وخصوصا مؤخرا، لأنه الشعر ليس مناسبتيا وليس للهجاء وليس للمدح وليس لي... نعم نعم، هو عبد الوهاب هو الشعر عرف قديما، يعني أنه ما يقال في أمكنة مخصصة، منها البلاط، منها المجالس التي تنأى بنفسها عن المجالس العامة. ولكن نحن هنا لو أمعنا قليلا في قول ييجل، أنه المقصود بتلك المقولة بالضبط ليس هو الخطاب الشعري في حد ذاته، وإنما هو المقصود به أنه الشاعر هو الذي يكون في تلك المكانة، أو على الأقل هو الذي يرى نفسه في تلك المكانة، وهذا أمر منذ القديم. يعني أنا الثريا ذان الشيبي والهرم المتنبي، يعني ما في قوله ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي، هذه يعني قد يراها الآخر أنه عفوا قول متعالي جدا وقول يعني متكبر، ولكن هذه حالة شعرية، هذه حالة شعرية وليست حالة شخصية. لذلك تجد أنه في الحركات الشعرية، في تحيين الحركة الشعرية، أنه الشعر لا، الشعر يبدأ أن ينزل إلى الشارع، ينزل إلى العامة، يخاطب المتلقي البسيط جدا. أضرب لك مثال يعني سهل جدا وبسيط جدا، لأنه هناك شاعر أعتقد أنه لم يسبقه أحد إلى هذا الأمر، ومن الصعب أن يأتي شاعر بعده وأن ينجح في هذا الأمر بالذات، وهو مخاطبة العامة، مخاطبة البسطاء، مخاطبة القارئ الذي لا يمتلك ميكانيزمات القراءة العميقة أو القراءة الجادة، وهو الشاعر نزار قباني.
يعني هناك أنا أعرف ناس إلى الآن يعني مستواهم التعليمي محدود جدا ومستواهم الثقافي محدود أكثر وأكثر، ولكنه يقرأ لنزار قباني ويتذوق شعر نزار قباني. لكن السؤال أستاذ أمجد، ولكن السؤال هنا يعني أي القصائد التي يعرفها الناس كلهم، أي قصائد نزار قباني؟ نزار قباني كتب العديد من القصائد، ونزار قباني لديه مستويين في الخطاب، هذا ما أعرفه عن نزار قباني. القصائد التي اشتهرت لنزار قباني ربما أولت أو فهمت على مستوى شعبي أو على مستوى بسيط، بينما في قراءة هذه القصائد لها معاني أخرى، يعني معاني متعلقة مثلا بالخطاب الذكوري، معاني متعلقة بالخطاب التحرر وأشياء أخرى. ولكن الناس الكثير من الذين يقرؤون نزار قباني مثلا يقرؤونها على أنها مثلا قصائد غزلية تتغزل بالمحبوبة، أو قصائد لا أدري فيها نوع من يعني الغنائية وكذا، بينما هناك خطابات أخرى والسياقات مضمرة، هناك سياقات مضمرة يعني قصائد، يعني لا أعتقد أن الإنسان العادي يمكن أن يتذوق هذا النوع من القصائد، وأنا أراهن على ما هو مضمر في القصيدة وليس ما هو مباشر. أو كيف ترين هالفكرة أستاذة؟ ننتقل أستاذة فقط حليمة قطاي، تعطينا فكرة الشعر لمن يكتب الشعر، والفكرة الثانية المتعلقة بربما نزار قباني، أو كيف هي ترى هذه التجربة الشعرية؟ التي لما قيل كنا نقول أوكي، السؤال الآن ستجيب عنه الأستاذة حليمة، ستجيب الآن عن السؤال، وفيما بعد تستلمين أنت نكمل مع المحور الثاني. هل تكلمنا أي مسألة؟ السؤال هو حول لمن نكتب الشعر، والسؤال الثاني حول تجربة الخطاب عند نزار قباني والمستويات أو المعاني المضمرة عند نزار قباني. هذا السؤالين للأستاذ. أريد أن أعرف هل تكلم يونس أم لا، يعني باش بعد الأستاذة، لما تجيب الأستاذة حليمة حول هذا الموضوع النظري، هو موضوع نظري مهم جدا، ننتقل إلى الأستاذ أو الكاتب يونس السلطاني بثلاث أسئلة أو أربعة حسب الأسئلة المجدولة عندك. طيب تفضل أستاذة حليمة. كنت أستمع المقولة الهيجلية حول أرضية السرد وعلية الشعر. الحقيقة أن أرضية السرد بمعنى أن عالم الرواية هو عالم مادي أرضي يعتمد الحدث كبنية لغوية، يعتمد الحدث يعني بما هو جزء من الحكاية، يعني هنالك مادية في الطرح، على عكس الشعر الذي هو يعتمد المجاز، والمجاز هنالك تفوق في اللغة على اللغة، هنالك عبور من لغة عادية إلى لغة أعلى، يعني لا نخاطب الأعلى اللي هو الذات العليا، لا، الشعر هو حالة عرفانية، يعني أنا أكتب، أنا في حالة، أنا أتلبس في حالة، فأنا لا أكتب وأنا واعي، ربما أكتب وأنا أجمع مجموعة، تتشكل عندي مجموعة من المعارف، هذه المعارف تتركب وفق ما قال وورثورث وكولوريدج والرومانسيين أكثر من تحدث عن هذا الأمر، عن عملية الإبداع وعن عملية الخلق الشعري أو الدفقة الشعورية، أنك تجمع، تكون عندك مجموعة من المشاعر ولا مجموعة من المعارف. المشاعر هي معارف في حقيقتها، نخوضها مع معارف أخرى، تنتقل من حالة إلى حالة، حالة سكينة ثم حالة تأمل ثم حالة حزن وهكذا، حتى تعود إلى الحالة الشعورية الأولى لتقول أو لتستطيع أن تطلق الدفقة الشعرية، يعني كون عندك كحالة خاصة. يعني كنت عندي حتى اني كنت مع زميلاتي استغربوا
فترة 9 أشهر لم أكتب عن ولا أكثر من تقريبا عام عن حالة حصار غزة في 2009. كنت في جيجل هذاك الوقت في جامعة جيجل، فما نقدرش حتى نشاهد التلفاز، لا أستطيع، مانيش عارفة، هروبا من شيء ما وبحثا عن شيء ما. طيب حتى بعد عام عادت لي حالة الحزن هذيك اللي كانت وقت حصار غزة، بعد فترة من التأمل والسكينة وغير ذلك كما يقول وارزورت عن الدفقة الشعورية، واسترجعت حالة الحزن الأولى، بقدرت نكتب نص ربما من النصوص التي فازت بجوائز. يعني حتى نقول بأن الشعر لا يطلب متلقي، إنما المتلقي فلت يطلق لا يوس ولا أنجد، اختلف في أمر المتلقي، يكون المتلقي ضمنيا ويكون موجودا. لم يكن فأنا أنا أكتب نصا، أنا أنشد نصا، أنا أنظم نصا، فأنا أبحث لها عن المتلقي. مستحيل أن أكتب الشعر لأناي، أنا أكتب حالة، أكتب تجربة. إذا لم تتم عملية تواصلية، لأن الشعر في حقيقته هو عملية تواصلية، إذا لم تتم هذه العملية التواصلية فيستحيل أن يتفق أو يجد الشعر مبتغاه ويصل إلى مبتغاه. ولهذا رانا نشوف في حالة القطيعة بين التلقي وبين الشعرية، يعني ليس هنالك تواصل، عملية التواصل أو عملية العملية الشعرية بما هي عملية تواصلية غير مكتملة، هنالك خلل، هنالك خلل في دورة الخطاب، هنالك خلل في اللغة التي نقول بها. نعم لا عفوا فقط لكي قلتي لنا حكاية لا تسمعين الآن، لا نستمع ربيحة. قلتي يعني الشعر عملية تواصلية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننكر القارئ أو المستمع، لكن لما تحدثوا عن أبو تمام يعني وهو الذي قال يعني مقولته الشهيرة المعروفة عند الجميع، لماذا لا تفهم ما أقول حين سئل، لماذا لا تقول ما نفهم، يعني أليس بهذه الطريقة أنت تجعلين الشعر يجب أن يخضع إلى القارئ، إلى فهم القارئ، في حين أن الشعر ربما هو حالة متسامية عنه، لا ليس بالضرورة أن يفهمنا القارئ. أستاذة ربيحة تفضلي، لعل من أخطائنا ومن أخطاء شعرية ومن أخطاء شعراء هو هذا الوقوع في حالة النخبوية. لو أننا نعم لو شفنا مثلا، رغم أني لست مع هذه الظاهرة، ولكن لو شفنا مثلا ظاهرة الجهل كظاهرة جماهيرية، ما يبدو أن الجهل ليس الشيء بالبال، يعني لغته ليست باللغة، هي لغة بسيطة. كان يتحدث قبل قليل أمجاد عن لغة نزار قباني، قبل نزار قباني عن جرير، إنه نصوص هؤلاء هي نصوص تحمل لغة بسيطة يفهمها العامة. ليس معنى هذا أن أسقط الشعر أو أخفض قيمة الشعر، لا، ولكن لما سئل جرير مقارنة بالثلاثة الفرزدق والأخطر، لما سئل الأخطر أعتقد من ترفيه الفرزدق لماذا نشعر، من أفضلكم؟ قالوا جرير. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه أوتي من الشعر ما لم يؤتى، والذي أوتيه جرير هو صيرورة الشعر، بمعنى أنه تقدر تهز البيت من بيته، إن العيون التي في طرفها حمر قتلنا، ثم يعني ما كاش لم يعرفش البيت هذا، ما كاش لم يمشي به، صح ولا لا؟ وبالتالي كل ما يقيم ويوافق أفق العامة تستطيع الناس أن تحمله. وقلت قبل في بداية المنتدى أن المشكلة مشكلة كمية أكثر من مشكلة نوعي. نحن لا نبحث عن النصوص الرائدة والنصوص النخبوية، لا أقصد أنا، وإنما أقصد العامة، أقصد الشارع. ولهذا قلت أيضا أنه لما يتحرك الشارع يستطيع أن يستمع إلى النصوص، يستطيع أن يقرأ، يستطيع أن ينشد النصوص. بلك شفتوا كل في الجمعات، جمعات الحراك، كان كل جمعة كان فيها نصوص جديدة، واللي هي نصوص تتوافق مع آفاق العامة. حتى العامة في تلك الفترة صارت تكتب، يعني هناك أفق يلتقي فيه القارئ مع المتلقي مع الكاتب ومع الشاعر. وهذا دورة الخطاب هذه هي التي نستطيع من خلالها بعد أن نقول أن هنالك نص أو ليس هنالك نص.
هنالك نصوص لكنها تبقى في الدف، يعني ما فائدة النص إذا بقي في الدف؟ ما بقى في الرفوف؟ ما فائدة النص بقي حبيسة؟ ما فائدة بينهم الآن أكثر من 3 مجاميع شعرية ما لا أنشرها عليه؟ ما فائدة أن أنشر نصاً مش فلحد الآن النص الأول مثلاً لم يقرأ بكامله أو لم يصل؟ المشكلة أنه حتى لم أقول الشعر نشراً لا يلقى قيمته، توزيعاً لا يلقى قيمته، تسويقاً لا يلقى قيمته، في الدور الرسمية وفي في الدور الإدارية لا يلقى الشعر مرتبته، ما كانش دعم لهذا النص، ما كانش دعم للشاعر. لا أقول هنا بالإله لا أعول على 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 منطقة أو على جهة دون غيرها، ولكن أنا أحملنا جميعا مسؤولية لماذا العزوف عن الشعر. كنت تحدث كنت عن نزار قباني. بالنسبة لي نزار قباني ماشي شاعر الذي شاعر فقط وجد ما لم يجد غيره، كما قال الأخطر لابنه لم وجد سيرورة وما يسمى بسيرورة الشعر، أنه نصه يمشي ويجري على الجوخ لما تسمع له القصائد تاعه ونالت مش عارفة شهرة طلعت الأثر، ولكن لما تبحث في النص ماشي حاجة كبيرة، يعني هو نص جماهيري فقط. الذي نفتقده أيضا هو الحالة الخطابية التي يوجد فيها الشعر. الشعر لم يوجد ليكتب أو ليقرأ في بين دفتي كتاب، الشعر يوجد لينشد على المنصات، وبالتالي الحالة والهيئة والصوت والحركة والأداء واللباس كلها تؤثر في مسرحة الشعر، وهذه المسرحة تؤثر في تلقي الشعر. ما نقدرش مثلا نقول لك أنا خلص وأنت تحكم عليه من حيث أنه 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 حبيس 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 الكتاب، إلا إذا قد مثلا لما تشوف مثلا الحالة، يعني قلت لك نصوص مثلا للجوخ لاقي مثلا لكنها بالأداء حركت الجماهير. إذا نحن نحتاج إلى عامل آخر للشعرية وهو عامل المسرحة أو الأداء، هذا ما نفتقده أيضا أن تكون هنالك منصات خاصة بالشعر. هل تعلمين يا سيدتي أنه لا يوجد منصة واحدة للشعر حتى ولو 10 دقائق في القنوات والفضائيات؟ ليس هنالك مكان واحد يلقى فيه الشعر ولا يستمع فيه إلى الشعر وبعد ذلك يعزف عن الشعر؟ نحن لم نعلم أبناءنا أن يستمعوا، نحن لم نعلم أذواق أو لم نرقي أذواق أبنائنا. أعتقد أن الخلل موجود فينا جميعا وليس في شعرية الشاعر فقط ونخبويته، لأنه لو أننا سمحنا بسماع وقراءة الشعر، أي سماع الشعر سيدي لا قراءته، ما رحش نحسه لأن الناس راهي ظاهرة سماعية دركة، لو سمحنا بقراءة بسماع الشعر عفوا على المنصات وعلى الفضائيات وفي الإعلام، لا عدنا إلى الناس أو فوقنا ذائقة الناس، استطعنا أن نرفع ذائقة الناس، وبالتالي نقول ما قال به أبو تمام والذي هو لماذا لا تفهم ما أقول. الناس لما تسمع مرة اثنين وثلاثة نص ستتفوق الذائقة، ستتغير من ذائقة بسيطة إلى ذائقة عليا، وهذا الذي أعتقد نحتاجه. أنا أعمل نوعاً ما مع فريق في التلفزيون على ذلك، إن شاء الله نلقاه صدى، وأعتقد أن هذا مشروع سيلقى يعني حقه من السمع والتلقي. أكيد من المهم جداً أن نربي الذائقة عند المتلقين لاستقبال الشعر، يعني تعودنا أن نجد الشعر في دفات الكتب، وحين نقرأه لا نقرأه بالطريقة التي يريدها ربما الشاعر، فيعني طريقة تلقي المتلقي للنص قد تسبب في إفساد يعني جماليته. أستاذ يونس، معذرة ربيحة إضافة فقط. نعم. هل تعلمين يا ربيحة، وأعتقد أنك مررت بذلك ربما بصورة ما، لأنه دارس النقد نوعا ما يعتبر بالأمور هذه، خاصة أنك دارس شعرية، فعفوا النقد عموما، الخنساء لما كانت تتقول الشعر أو تلقي الشعر لم تكن تلقيه بشكلها العادي، كانت تلبس له جبة خاصة. طبعا كانت هناك طقوس مرافقة. أشبه عنه بالنصية فقط أو النصية والملفوظية الخطية، وإنما يعبر عنه أيضا بالمسرحة.
حسان بن ثابت يقال أنه كان يتشبه بالأسد لما كان يؤدي الشعر أو يقول الشعر أو ينظمه أو ينشده في الساحات، فكان يشكل هيئة كهيئة الأسد ويجعل له ناباني حتى كأنه مولوغ في الدم، فيؤثر بذلك على المتلقين وغيرها وغيرها من الحالات والحالات الأدائية المسرحية التي تصنع من النص أو تصنع للنص قبولا عند الآخر وعند المتلقي. فكرة يعني مهمة جدا. أستاذ يونس شاركنا الرأي في هذه المسألة، يعني ألا ترى أنه من الواجب على الشاعر ربما أن يجد طريقة ما ليمرر نصه؟ هناك من الشعراء من استغلوا الوسائط الإلكترونية، الأدب جعلوا الأدب نصوص ملقاة على شكل فيديوهات وعلى شكل صور وحاولوا جذب القراء بهذه الطريقة، ما رأيك يونس وأنت؟ يعني في أولى خطواتك هل تستمعون إلي أستاذ عبد الوهاب؟ لم أسمعك جيدا أستاذ ربيحة. صوتك لم نسمع يونس. السؤال تماما، السؤال لم نسمعه، أعيد السؤال من فضلك يونس. أستاذ يونس نعم يونس، قالت الأستاذة قطاي وهي يعني فكرة مهمة جدا أن نحاول يعني جعل الشعر في متناول القارئ في متناول المتلقي، لكن ألا ترى يعني هل يمكن أن نقول بإمكانية وجود طريقة ما للشاعر أن يروج لنصه، يعني أن يصبح ملق يمارس هذه التقصنة التي كانت قد مورست في الشعر العربي القديم عبر وسائط إلكترونية، الفيديو، الصور؟ ليس بالضرورة أن يفعل ذلك أستاذ ربيحة. شاركنا النقاش يونس. اسمعوا فيها. نسمعوا فيك. ليس بضرورة أن يروج لنصه، ومثال على ذلك جائزة نوبل الأدب مؤخرا. أعطينا المثال فقط أستاذ يونس، ذكرت جائزة نوبل، يعني أي الأمثلة التي تراها جائزة نوبل لم تروج لم تأخذ أو تتواصل معها أو لم تمنح الجائزة لكاتب غير مروج له؟ جائزة نوبل الأدب 2021 مؤخرا للكاتب التنزاني عبد الرزاق ترنا. لا، تنزاني معروف في الأوساط الأوروبية صديقي. أقصد هو غير معروف في الأوساط. لا عفوا يعني ربما صياغتي للسؤال ربما صياغتي لم تصل جيدا. أنا أقصد استغلال الوسائط الإلكترونية يعني كشاعر، والشعر يتطلب فعلا إلقاء جيدا، صوتا يعني متقنا، بعض الإيماءات المرافقة له، يعني طبيعة الشعر. عذرة ربيحة، المثال الذي أعطاه يونس مع اعتذاري الشديد يعني ليس مجالا للمقارنة لأنه نعم أعلم، لكن أعتقد أنه عذرة فقط لأن هنالك اختلاف في طريقة تلقي السرد عن طريقة تلقي الشعرية. طريقة تلقي السرد يمكنك أن تتلقى السرد قراءة لأن المحكي يقرأ، ولكن الشعر اللي هو يعتمد على الصوت لا نستطيع أن نقرأه كتابة، لأنه في حقيقته، وأنت طرحتي لي السؤال هذا عن مسألة الخصوصية، لأن خصوصية الشعر صوتية، وبالتالي هو يحتاج إلى طقس صوتي ويحتاج إلى هيئة ويحتاج إلى أداء على اختلاف الفنون الأخرى. الفنون الأخرى التي تعتمد على هذا وعلى هذا، المسرح مثلا يعتمد الطقس الصوتي والطقس الأدائي والطقس النصي، ولكن يغلب فيه الحوار مثلا
على اختلاف مثلا الرواية التي تغنى فيها السردية وهكذا. يعني كل مجال له مجاله الخاص به الذي يروج له يعني دون غيره. لذلك أستاذة طرحت عليه السؤال كيف يعني يرى مسألة الوسائط الإلكترونية في خدمة الإلقاء الشعري، يعني كشعراء لو يعني أتخيل أنه كل شاعر يلقي نصه هو يكون يعني ممتلك لأدوات الإلقاء وهذه الطقسنة المرافقة، أكيد النص سيصل إلى القراء. أود يعني أن أجد أن أسمع لرأي يونس في هذا الأمر. طبعاً يونس، طبعا النص ينتصر لنفسه سواء كان شعرا او نثرا، يعني ليس بحاجة يعني هل ترى انت يعني كشاب ويعني نصوصك جميلة جدا، يعني الا يمكنك ان تستغل يعني النص والوسائط الإلكترونية المتاحة وهذه الفضاءات اليوتيوب للترويج إلى هذا النص، أم أنك يعني مصر على أن الشاعر لا يروج لنصه؟ قلت ليس بحاجة إلى ذلك، يعني النص ينتصر لنفسه مع الوقت. لكن كما قلت الأستاذة طبيع الشعر طبيع صوتي. معذرة ربيحة، هذه النخبوية التي جعلت الشعر يبقى في مؤخرة الفنون الأخرى. الشعر معذرة، هذه النخبوية أن الشعر هو في مقام عالي وفي علية، وبالتالي على الناس أن تصعد إليه، علينا نحن أن ننزل إلى الشارع. هنالك ما يسمى بدمقراطة النص، يعني أن تخرج إلى الشارع وتلقي النص بحرية، هذا الذي نريده. هذه العلمية لا تنفع النص في شيء. أمر آخر أقول لك أمرا مهما، هل تعلمين أن النص هو مثل لا فقط النص هو سلعة مثل أي سلعة أخرى، إذا لم تروج له لم ينل شيئا. نحن نفتقد إلى تسويق والترويج لهذه السلعة، وبالتالي ستبقى كاسدة إلى يوم الدين. هل روج الشعراء والكتاب السابقون لنصوصهم؟ يونس، أنت لم تروج لنفسك وبالتالي أنا لا أعرف نصك. الأستاذة تقول لك يونس أنت لا تروج لنصك، إذن أنا لا أعرفك، لا أعرف نصك. ربما ستعرفه لاحقا، قد يصلها بأي طريقة. إذن ستروج له. لست بحاجة لترويج له. سيصلك بطريقة أو بأخرى. حبيس الكتب. كيف؟ أنا بالنسبة لحظة، تعرف أنه من بين نحن نتناقش في أمر، هذا هو النقاش المهم. مؤخرا ظهرت إلى السطح وبدت ظاهرة جديدة وهي ظاهرة الجماعات الأدبية. ربما تلاحظون جماعة البيت الشعري، جماعة فاي، جماعات أخرى في مصر، الصالونات الأدبية، هنالك الكثير ممن يفتح بيوته من أجل الصالونات الأدبية. لماذا؟ لأن ألا تلاحظون بأن هذا أو هذه الظواهر هي تتكئ على ظاهرة قديمة اللي هي ظاهرة الصالونات، ظاهرة الجماعات، أبولو والعصبة، الفينيق وغيرها من الرابطة، المهجر. إذا نحن نعود بصورة ما إلى أمجاد سابقة، لأن الذي يحدث الآن لم ينفعنا. هذه الفخامة الزائفة التي نضع فيها أنفسنا كشعراء أفسدت علينا التواصل مع المتلقي. أنا أنتصر الآن للرواية. لماذا؟ لأن الرواية عالجت بصورة ما هموم الناس ولم تتكئ على المجاز فقط. الناس ماذا تجد في المجاز؟ ماذا تجد في المجال؟ إذا لم يعالج همومها، إذا لم يقال للدملة ذات الصديد أنها دملة وأن هذا الصديد فيها لابد أن يخرج، إذا لم نجد دواء هذا الحمق في نصوصنا، فيستحيل أن يلتقي المتلقي مع النص أبدا. يونس يمكنك الرد. أنا متشبث برأيي طبعا، ليس تعصبا وإنما إيمانا به. لكن يعني مدام الشيء متاح
يعني هذه الوسائط متاحة واستخدامها ليس عيبا، فلما لا تستخدمها؟ ربما كشباب نحن نميل بسرعة إلى، نحن في عصر السرعة، عصر الصورة أيضا، نميل إلى الصوت على حساب الكتاب. من الصعب جدا أن تجد قارئ يمضي الوقت كاملا. أستاذة ربيحة، أتمنى أن نترك الأستاذ يونس السلطاني يعبر عن فكرته بكل أريحية لكي نسمع وجهة نظره. الآن أنا أسمع مجموعة من الأسئلة ولكن الأستاذ يونس لم يعبر عن رأيه لحد الآن ولم يشرح فكرته، يجب أن يأخذ فرصته يتكلم يعني بكل وغير ملزم بوقت أيضا. طبعا أعطوا فرصة، خلوه يحكي، أعطوا وجهة نظر، يعني هو في وجهة نظر يعبر على رأيه ويقول وجهة نظر. تفضل يونس. يونس تفضل ولا تقول أنا أتمسك برأيي فقط، يمكنك شرح فكرتك. يونس يونس أستاذ يونس. يونس عبد الوهاب. لا الأستاذ يونس، لا مازال الأستاذ يونس ولكن الصوت فقط قام بإغلاق الصوت، لا أدري لماذا. أستاذ يونس. نعم أستاذ يونس. السلام عليكم. سلام. هل أستاذ يونس؟ نعم. هل تسمعني؟ أسمعك جيدا. أوكي. شوف أستاذ يونس، عندنا سؤال ويعني في 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 طرحت الأستاذة قطاي حليمة والأستاذة ربيعة حبيب طرحوا مجموعة من الأسئلة حول قضية موضوع تلقي الشعر، يعني كيف لإنسان أو كشاعر يعني هو أصلا يكتب لكي يقرأ ويكتب لكي يعني يشارك تلك الكتابة الشعرية مع الآخرين. نحن نريد نعرف وجهة نظرك في هذا المجال وخذ الوقت الذي تريد، وخاصة في مسألة الترويج. طبعا أستاذة حليمة بطاي ذكرت الترويج للنص وأن هذا عصر الرقمنة كما ذكرت، لكن لا أرى نفسي ملزما أو بحاجة أن أروج للنص خلال هذه الوسائط، لأنني أؤمن أن النص سينتقل لنفسه سواء حاليا أو ربما بعد موتي، لا أحد يعلم. وصلت الفكرة؟ نعم وصلت الفكرة. نتمنى لو تستطرد قليلا يعني تشرح لنا الفكرة وجهة نظرك ولماذا تقول يعني لماذا تقول هذه وجهة النظر. هل هذه انطلاقا من خلفية نقدية، انطلاقا من قراءات معينة؟ أعطينا أمثلة أستاذ يوسف، يعني أشرح لنا أكثر وجهة النظر، لماذا تتبنى وجهة النظر هذه؟ مجرد إيمان محض ليس إلا، بس بهذا الاستدراج. استطراد. ألو. نسمعك أستاذ يونس. قلت أن هذا مجرد إيمان محض، يعني لست بحاجة أن أروج للنص حتى يشتهر أو لا. ولكن في يعني القارئ أيضا يشارك، القارئ مشارك في نصك ليس لك، نصك ليس لك فقط. Thank you.
أستاذ يونس، يعني كسؤال، لماذا تكتب الشعر؟ يعني كشاعر كيف ترى الشعر؟ لماذا تكتب الشعر؟ إذا كان الشعر سيبقى حبيس مثلا دفاترك أو يعني أنا لا عندما أكتب لا أكتب لا أفكر في أحد، لا أفكر في الجمهور ولا أفكر في، يعني أكتب فقط، تأتي الفكرة أكتبها فقط يعني. طيب لماذا نشرت إذا؟ يعني لماذا جاءت مرحلة النشر؟ الصوت متقطع عندك. قلت يعني لماذا جاءت مرحلة النشر إذا كنت لا تفكر في أحد وتكتب؟ لما أسمعك أستاذة ربيحة. الأستاذة ربيحة قالت يعني إذا كنت غير مهتم أن تقرأ يعني من طرف الجمهور، لماذا يعني أقدمت على النشر مثلا؟ النشر كان بتشجيع من قل من قلة قليلة من القراء، يعني أرادوا أن توصلهم النسخ وأرادوا أن يقرأوا ما أكتب ورقيا فقط يعني. سمعتني أستاذ عبد الوهاب. ولكن أستاذ يونس، يعني في الأخير يبقى للقارئ حق لديك أنه يريد أن يقرأ قصائد جميلة، يريد أن يستمتع بقصائد مميزة، يريد أن يقتني دواوينك الشعرية، أنه بما أنك موهبة شعرية وبعض الناس أقروا بهذه الموهبة، لماذا لا تنشر مثلا دواوين أو تروج لشعرك؟ في الأخير بعض الناس يجدون متعة معينة في قراءة شعرك، لماذا تحرم الناس من هذه المتعة؟ لا أقول متعة لغوية أو كذا، أنا أتكلم عن المتعة الذهنية أو المتعة التخيلية أو المتعة المجازية مثلا، أو الرؤية، وجهة النظر. ربما كسلا أو نوعا من العبثية، لا أهتم بها. يعني في المستقبل يمكن أن نقرأ ليونس سلطاني دواوين شعرية حين يغير رأيه ويتجاوز مفهوم العبثية الذي يعيشه في هذه المرحلة؟ ربما، من يعلم، ربما قد يتغير رأيه، ربما، لا أعلم. أستاذ يونس، هل هذه العبثية هي وجهة نظر من الحياة بشكل كلي أم هي مجرد لحظات عابرة يعني في حياة لا شاب؟ لا. ليست لحظة عابرة أبدا، مش لحظة عابرة أبدا، هي وجهة نظر نقدية، وجهة نظر للحياة بصورة عامة، أو موقف من الحياة. نعم، موقف من الحياة، من عبثية الحياة ولا جدوى للحياة. أكيد أنا عن نفسي أريد أن أقرأ شعرك أستاذ يونس، وأتمنى أن أقرأ دواوين لك في المستقبل وأن تعيش عبثية الحياة، ولكن نقرأ نحن الدواوين، نترك لك هذه العبثية ولكن نحتفظ نحن بشعرك ودواوينك. عش الحياة بالعبثية التي تريدها، ولكن نحن لنا منك الشعر وأنت لك العبثية، أو عش العبثية الحياة التي تريدها. متفقين. يعني هذا يعني أنك مستقبلا سنقرأ لك قصائد أخرى ودواوين منشورة. والله على حسب المزاج. قد أقررت الاتفاق أستاذ، قلت متفقين، يعني لنا منك الشعر. لنا منك الشعر أستاذ يونس، لنا منك الشعر. مشكلتي أني إنسان مزاجي أستاذ عبد الوهاب. نعم، تفضل يا أستاذة حليمة. تفضل يا أستاذة حليمة. يونس ليس له ديوان شعر إلى الآن، هكذا فهمت، منشور أو
يونس نشر؟ نشرت مؤخرا مع ضايق خيال. معليش اتدخل استاذ عبد الوهاب. تفضلي تفضلي استاذه. حالة يونس كشاعر وكشاب جزائري يبدو أن هي حالة شعرية، أنا الآن أقرأه كحالة شعرية. يونس منهك مما أعتقد نراه جميعا، أنا هكذا نشوف. فهو ماشي، أنا فهمت بأنها حالة من النخبوية ويتعلى يعني، ولكن أعتقد غير ذلك تماما. هناك نوع من السلبية المتاخمة التي هي وصلت إلى تخوم إلى مركز قلب الشاعر ومرحلة العرفانية، وبالتالي هو يجد أنه لا جدوى من كل ذلك. أعتقد أن هذا يعني يعتقد. ولكن يا يونس، نعم. أنا أتحدث أحدثك وأحدث نفسي ككاتب مرهق ومتعب، ويعني حتى الروائي ماهوش يعني أكثر حظا منا، ولا الروائي في حقيقتي هو شاعر، ولا أعتقد كما قال قبيل مجد أنه ليس هنالك، أنا عكس ما قال، هو قال صح لا يستطيع أن يفعل ما نفعه يتخيل. لا أعتقد أن روائيا حين يتكئ لوسادتي في الليل لا يخمن بتخمين الشاعر، لأن الحياة في كل ما فيها هي شعرية. هناك شعرية الحياة وشعرية الماء، شعرية كل ما في الحياة هو عبارة عن شعرية. هناك حتى شعرية القبح، هناك الشعرية في حد ذاتها هي ليست. ألو، نسمعك أستاذة. نسمعك. الشعرية ليست لغة أحرف وأصوات الشعرية هي دلالة. الشعرية موجودة في كل شيء بيننا. أنا أعتقد أن هذه أو هي نوع من الجمالية الفنية التي يخلقها الشخص ويخلقها حالة وجدانية. نعم، هي حالة وجدانية، حالة وجودية، حالة وجودية وجدانية تقدر تقول بالنسبة للشاعر، لأنها تنبع من الدافع. لكن أنت فقط أمجد في مرحلتك هذا لم تصل إلى مرحلة الامتزاج بالآخر. أنا دخلت الآن لما كنت معكم، وكنت في ذات الوقت أقرأ بعض أسئلة من يسمعنا ويستطيع أن يعلق يعني، ولكن هناك محمومون أكثر منا بوجع الشعرية وبوجع الشعر. الكثير يقول لك الشعر وجد للعامة، وبالتالي لماذا كان، لو تنتبه يا يونس، أعتقدك قارئا جيدا للشعر يعني سواء القديم والحديث، نعم. ولولا ذلك لما كنت شاعرا، لماذا كان، وهذا سؤال أحد صح الجماعة، لماذا كان الشعر يلقى في الأسواق إذا لم يكن للعامة، إذا لم يكن الشعر بحاجة إلى متلقي، لماذا كان يبحث له عن 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 أسواق كسوق عكاظ والمربد والجيزة وغير والحجاز وغيرها؟ إذا كان الشعر كان وجد لنخرجه أو نفرغه كطاقة شعورية وجدانية وجودية، وينتهي هذا التفريغ بدون تأثير وبدون تلقي وبدون، أنا بالنسبة إلي هو خطاب، بالتالي يحتاج إلى دورة. الخطاب في، أنا بالنسبة إلي الخطاب هو دائما في دورة، لا يتوقف الخطاب كشاعر أو كغيره عند المتلقي فقط. أنا بالنسبة إلي لما أقرأ نص لعبد الوهاب عساوي أقرأه مثقلة بمجموعة من المرجعيات، بالإضافة إلى المرجعيات التي اتكأ عليها نصه والتي هي في الحقيقة مرجعياته الذاتية، ومرجعية مجتمع، ومرجعية تاريخ، مرجعية إلى غيرها، الجغرافيا، حتى المكان الذي نحن فيه اللي هو مكان عربي يحيل على ذلك، مكان أمازيغي، مكان إلى غير ذلك، الهوية، كل هذا يحيل على شيء ما. أقرأه أنا كمتلقي ثم أعيد من خلال قراءته أنا بعده، حتى لما يقرأ مثلا عبد الوهاب، مانيش عارفة راني أتكلم وحدي أما نسمعك أستاذة، نسمعك. لا مانيش نشوف الصور، وبالتالي نسمعك. قلت وبالتالي لما حتى النقد يصبح عملية استرجاع للعملية الخطابية، ومن ثم هو بحاجة إلى أن يسمع إلى أين وصل صدى النص، أو لم يتفوق مرة أخرى.
إذا لم يوجد أو لم توجد نصوص عبد الوهاب السابقة، ما الذي ترك عبد الوهاب يتفوق في نصوصه اللاحقة؟ أنا طبعا عبد الوهاب ك ك ك كنموذج يعني، وليس ك مثل أي نص شعري آخر. لما نعدد الأسماء الشعرية الآن في العالم العربي، شكون نعرفه بربكم؟ ما نعرفه محمد بن نيس، نعرف أعطني الأسماء يعني، أنا أسألوني الأسماء يعني، الأسماء يعني اللي إيه شكون نعرفه مثلا حاليا مره الأسماء اللي عندنا الشعرية، رغم أننا نتعرف كل يوم عندنا في الشارع كاين أكثر من عشرات شعراء. نعم. الذي يحدث هو أمر مريب أنا بالنسبة إلي. أين الشعر في ذواتنا؟ أين الشعر في حياتنا؟ أين الشعر في شارعنا؟ أين الشعر في إعلامنا؟ هذا الذي أطلبه. أعتقد أنك بعد هذا اللقاء يا يونس ستعيد كشاعر وكحالة يعني عن شاب في مثل عمرك. لا أرى جدوى من كتابة الشعر. أنا أحترم رأيك، أنا في طبيعتي ديمقراطية، في فقط أحب أن المناوشات التي هي بحق تدفع إلى المزيد. طبعا لا أرى جدوى من كتابة الشعر، إن كان على الشاعر أن يروج له. لا جدوى من كتابة الشعر، من تلقي الشعر وبالحاجة إلى التلقي. من كتابة الشعر أصلا، إن كان على الكاتب أن يروج له. العامة إن أرادوا نص عليهم أن يبحثوا عن النص الجيد، عليهم أن يحشروا بين الشعر كحالة. تفضل يونس. قلت أني لا أرى جدوى من كتابة الشعر، إن كان على الشاعر أن يروج لنصه. القارئ أو العامة المتذوقون للشعر عليهم أن يحفروا عن ليجدوا هذا النص. أستاذ أمجد. أستاذ حليمة. أمجد. أهلا وسهلا. ننتقل الأستاذ أمجد يعطينا رأيه في هذه الفكرة من باش نختمه يعني، لأنه يعني تأخرنا قليلا. أستاذ أمجد، في قضية الآن يبقى سؤال أخير سنطرحه على الشعراء، يعني عن الآن في الزمن الذي نعيشه الآن، كيف يمكن النظر إلى جدوى الشعر؟ ما دام الأستاذ يونس قال الشعر أنه لا جدوى من كتابة الشعر ولا جدوى من ترويج الشعر، كيف ترى أستاذ أمجد الشعر الآن في الزمن الذي نعيشه الآن؟ وهل هو حالة يعني فردية ذاتية، أم أنه حالة نحتاجها الآن في المجتمع المعاصر، خاصة ونحو هذا المجتمع الآن يسير أو ينحدر نحو التجرد من كل الأشياء الروحية، نحو كل ما هو مادي؟ مانيش عارف، فقط صديقي عبد الوهاب أعطيني صورة. إذا كان شوف ضرورة الشعر في الزمن الذي لا عفوا لا اسمح لي، الصورة في الفيديو. أوكي. صورة من عندك صديقي؟ من عندي. لا أعتقد أيوة خلاص تفضل. لا أدري. أيوة. السؤال هل هو واضح أم أنني لا واضح جدا، واضح جدا. والمغزى واضح جدا، واستمعت بتركيز كبير للصديق يونس السلطاني وللصديقة حليمة قطاي. مسألة الترويج إلى الشعر ومسألة البحث عن المتلقي مسألة ليست حديثة، مسألة منذ القديم، منذ نشأة الشعر. أستاذ أمجد، فقط أنا لا أتكلم عن المتلقي، ولكن أتكلم عن ضرورة الشعرية، الضرورة وجود الشعر في حياتنا الآن، وخاصة والعالم الآن أقول ينزاح أو أقول ينحدر أو أقول هناك أفعال كثيرة يمكن أن تعبر عن هذه الحالة التي يعيشها المجتمع مؤخرا، وهي الحالة المادية، النزوع إلى المادية أو نزوع العالم نحو كل ما هو مادي. والشعر كحالة روحية يعني يجب أن يعني نعيشها في حياتنا وفي جميع يعني، لأن الحياة في الأخير هي مجموعة من المشاهد الشعرية.
فقط أنا أردت أن أعقب بإيجاز عن موضوع سأجيب عن هذا التساؤل، هذا التساؤل الشعري، هذا ليس سؤال، هذا تساؤل شعري يجب أن نطرحه، يجب أن نتناقش حوله. ولكن قبله سأعقب على مسألة المتلقي والترويج، وهذه مسألة قديمة ومسألة منذ نشأة الشعر. الشاعر يبحث عن هذا المتلقي، وقد عرفنا قديما أنه كان الشعراء يتنقلون إلى سوق عكاظ، ينضمون الشعر طيلة السنة ثم يتنقلون إلى عكاظ لكي يقرؤون شعرهم، لكي يلتقوا بذلك القارئ. وفي مسألة الترويج وفي مسألة إيصال القصيدة إلى الآخر، خير دليل على ذلك قول المتنبي، وهو أعظم الشعراء حينما يقول: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. وهذه يعني هذا دليل قوي على أنه يعني نظر الأعمى، هناك قراءة، حالة إلى فعل قراءة، وأسمعت كلماتي من به صمم. فهذا دلالة على تواجد الشاعر في محافل شعرية لنقل شعره إلى الآخر وإلى كسب المزيد من المتلقين وإلى غير ذلك. إذن نحن مطالبون شئنا أم أبينا، بعيدا عن حالاتنا الذاتية، أنا أفهم يونس السلطاني فيما يقصده، ولكن الأمر ليس بهذه الحسابات وليس بهذه. نحن بحاجة إلى حالة ثورة جديدة تعيد للشعر مكانته، وبالتالي يمكن بعدها أن نسأل عن الجدوى أو نجد الجدوى بالضرورة، وإلا ما دون ذلك إذا انطوينا وكتبنا ووضعنا في الأدراج ما نكتب، ما هنا فعلا من الجدوى من الكتابة، الجدوى من أن نكون شعراء أساسا. لذلك أنا أطلب من صديقي يونس السلطاني أن ينقل لنا هذه الحالة العبثية تجاه الحياة بصورة شعرية، نقرأها ونستمتع بها ونستلهم ربما منها. الشعر لا يمكن أن يكون سعيدا، الشعر وجد حزينا، ولكنه يعبر بفرح، يعبر بحب، يتصالح مع هذه الآلام وهذه الجراح العميقة، الجراح الوجودية العميقة التي يعاني منها. إذن أنا كمثال أعتبر نفسي مقل جدا 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 في مسألة الترويج، وهذا خطأ، وهذا لا يخدمني ولا يخدم مشروعي الشعري. أنا الآن أفكر جديا في ولوج عالم الميديا، أن أدخل إلى المتلقي من أبواب أخرى، هو يبحث عنها، هو يبحث عن الصورة الجميلة، يبحث عن الصوت الجميل، يبحث عن الموسيقى الجميلة. لذلك أنا سأحاول أن أمرر نصي من خلال هذه التركيبات. عندما يكون لديك طفل صغير ويأبى أن يأكل، ستجد نفسك تتعامل معه بطرق شتى، من بينها إضحاك، من بينها أن تلهيه عن كذا، ثم تقدم له تلك الملعقة ليأكل وجبته. فلذلك نحن مطالبون بأن أن 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 نتواصل مع المتلقي والقارئ بطرق أخرى هو يبحث عنها. بالنسبة لسؤالك صديقي عبد الوهاب، ونفس الحكاية، لا يمكن أن ينتهي الشعر، ولا يمكن أن نقول خلاص انتهى زمن الشعر فلننصرف إلى أمور أخرى وننصرف إلى حياتنا، وهذا عصر سرعة، وهذا عصر طائرة، وهذا عصر إنترنت. لا، بالعكس، لطالما كان الإنسان يتطور، منذ النشأة كان يتطور الإنسان،
لطالما كان يتقدم، لطالما كانت الحياة تتغير من حوله. يعني المناخ غير المناخ القديم، الإنسان حتى في البنية المورفولوجية غير الإنسان، حتى في الملامح الإنسان غير الإنسان. إذن هو يتطور والشعر يواكب. هذا الكلام الذي يقال أن الشعر انتهى، قيل في زمن المعلقات، إلى أن قيلت المعلقات فماذا سيقال بعدها، وكيف سيمكن للشعراء أن يقولوا كلاما آخر كما يقول محمود درويش، ولكن قيل ما سأقول. ثم يقول: ربما نسي الأولون شيئا لأوقذ فيه حسا وجرسا. لذلك نحن ما زال لدينا ما نقول، ما زال الشعر مقترن بالإنسان، إلا إذا انقرض الإنسان فسوف ينقرض الشعر. لو تلاحظ معي أمجد، نعم بالتأكيد صديقي أمجد، السؤال موجه الآن للوعدرنا أستاذي أمجد على المقاطعة. أنا وصلنا يعني وصلت الفكرة وختمت لا يمكن أن وختمت بجملة أنا لا أريد أن تقول شيئا بعد هذه الجملة، لا يمكن أن ينتهي الشعر إلا إذا انتهى الإنسان. أنا لا أريد أي كلام بعدها، لو قلت هذه الجملة يعني وتوقفت لاعتبرتها يعني فلتة شعرية. الأستاذ، السؤال نفسه الأستاذة حليمة قطاي متعلق أيضا ب أظن أنه سمعت السؤال قبل قليل، قضية الشعر في حياتنا اليوم، كيف يمكن لهذا الشعر للشعر كقيمة عالية أن تؤثث، لا أقول تؤثث، أن تحيي يعني تحيينا في هذه البرودة أو هذه المادية التي ينزاح لها المجتمع الآن. قبل قليل أستاذ عبد الوهاب قلت أن الشعر موجود في كل بصورة الشعر والشعرية، قلت أنها موجودة في كل مشاعر الحياة، صح؟ الشعرية موجودة والشعر موجود في كل لفتة من لفتات الحياة. وقبل قليل أيضا استقيت من ما قاله أمجد حول المتنبي وبين ذكرين الشخصيتين، أنا أحيل إلى تأثر شبابنا الرهيب بشخصية المتنبي، الشخصية المفخمة التي قضت عليها فخامتها. قال: أنا الذي نظر الأعمى إلى، وهي مقولة فوق ما يقال. إحنا قلنا قبل قليل أيضا في التعريف الشعرية أن الشعرية يتفوق اللغة داخل اللغة، هنالك تجاوز دائما، ولهذا اعتبرت اللغة الشعرية لغة علمية، لغة ارتقاء، لغة عرفانية، لغة توصلك من محطة إلى محطة، لكنها ليست محطة أرضية، إنما هي محطة علية. الشعر أشبه المقدس، الشعر أشبه بلغة الوحي، ولهذا يتعسر على الجميع فهمه. وأعتقد هذا ما أراد الإحالة إليه سواء أمجد أو يونس، هنالك تعسر في فهم الشعر، ليس لأن الشعر لا يرقى إلى الأذهان، وليس لأن الأذهان لا تفهم الشعر، ولكن لأن لغة الشعر في حد ذاتها هي لغة علمية تتطلب من الصعود إلى هذه الحالة الوجدانية العرفانية. هذه الحالة الوجدانية العرفانية أشبه بالدخول إلى النص المقدس تماما، كما تستحضر التلاوة والتجويد والتحسين في النص المقدس أو الخطاب القرآني مثلا، ولا الترانيم في نص الإنجيل وغيرها. تتطلب كل هذه النصوص المقدسة واللي النص الشعري قريب منها بصورة ما وأقرب إلى الوحي أو المعرفة اليقينية، لكن الشعر في حقيقته هو باحث دائما عن الحقيقة، ليس كما أوجدت النصوص المقدسة اليقينة والحقيقة. أعود لسؤال عبد الوهاب فقط، حتى ضرورة الشعر في يعني كيف يمكن نحن الآن نعيش في عالم ينزاح نحو المادية، يعني لا يمكن نجد كيف يمكن أن تؤثر هذه القصيدة وتعيد للإنسان القصيدة أو الشعر يعيد للإنسان إنسانيته في العالم المادي الذي نعيشه اليوم. أنت كشاعرة، أنا مثلا كمثال، أنت كشاعرة تعيشين في عالم كله تحولات ويعني وينزاح نحو المادية بشكل أكثر، كيف يمكن للشعر أن يخدمك؟ لا أقول يخدمك، لأنه كلمة يخدمك فيها نوع من التعسف في نظر الشعر أو في رؤية الشعر. كيف يمكن للشعر
أو تتجاوزي من خلال القصيدة الحياة التي تعيشينها أو الماديات الموجودة في الحياة؟ الطريقة التي نمرر بها الخطاب. لا، ليس الخطاب، أنا أتكلم عن الحالة، أنه الشعر كحالة روحية في عالم تغزوه المادية، أو في عالم مادي، الشعر كحالة روحية في عالم كمادي. هذه الثنائية كيف يعني يمكن أن نتكلم عنها؟ كيف نتكلم عن العلاقة الموجودة بين هاتين أقول هذا الذي أردت الحديث عنه. نعم. هنالك طغيان للآلة، تغول للصورة. الشعر يعتمد على البلاغة. هناك ملاحظة بسيطة أستاذة، فقط أعذريني على المقاطعة، وخاصة نحن في الجزائر كجزائريين، احنا أنا أعتقد أنه نحتاج أكثر الشعر من أي شعب آخر. كحالة أوقعتني في هنا في شرف الشعر على الجزائر، لأني أعتقد أن الجزائري أبعد الناس عن الشعرية، أبعد الناس عن الحالة الجمالية. إحنا شعب مش عارفة، الشارع تطغى عليه الألفاظ النبية، وتطغى عليه حتى أنه إحنا كمثقفين ولا كنخبة ما تلقى روحك إلا أنت مندمج في 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 ومنضوي في هذا العالم من المادية البحتة. قلت قبل قليل وش قصدت لك بالخطاب. الخطاب عليه أن يتغير حتى نتجاوز من الروحي من المادي إلى الروحي، لأنه لما نشوف مثلاً كان الخطاب يعتمد على الصورة وبالتالي يلقى رواج أكثر، علي أنا أيضاً أن أغير المعطيات التي أوصل بها الخطاب الذي هو ملكي. يعني نحن أيضاً علينا أن نغير طريقة أو نبحث في طريقة ما لإيصال هذا الخطاب. أنا قلت سنسعى بصورة ما، مثلاً لما لا كل يوم عندنا يفوتوا مثلا عندنا شاعرين 3-5 دقائق 10 دقائق مثلا في قناة إعلامية، لما لا؟ حتى ما قلناش احنا نخصصوا منصة للشعر يا سيدي، فقط منصة على أساس انه مثلا، وانا اقول ايضا الرواية ليست اكثر حظا، حتى الرواية راهي متعبة منهكة، راهي فقط النصوص التي تأخذ جوائز التي تقرأ. نحن شعب في حقيقته لا يقرأ، هو يسمع فقط، وبالتالي علينا أن نستفيد من هذه الظاهرة الصوتية. بالعودة إلى كيف ننتقل من الحالة المادية إلى الحالة الروحية، قبل قليل كان يقول أمجد بأنه لا نهاية للشعر. هو في الحقيقة هذا الزمن هو زمن النهايات، نهاية الفلسفة ونهاية الإنسان وموت التاريخ وموت الإله، كل شيء راح، كل شيء قتلوه. وبالتالي إحنا مش فقط الشعر كحالة روحية، هو ثاني مات مع الأشياء، موت المقدس. الشعر كحالة أو كتعبير عن المقدس، لأنه يعني في حد ذاته مقدس. نص من النصوص قبل في البداية أعطيت كمثال، قلت مقدار قربه من، حتى أنه النبي في رسالة اعتبر شاعرا اعتبر مجنونا. لماذا؟ لأن هنالك قرابة كبيرة بين النصين، بين النص المقدس والنص الشعري. أنا أستطيع أن أقول أني لحد الآن أنا مصابة بخيبة ولا أستطيع أن أجد حلاً. أنا لقينا حلول يونس يبقى يبدو أنه ما شعر بعيد عن والله يشوف. نعود إلى يونس يعني ونطرح عليه نفس السؤال. يونس، هل تسمعني يونس؟ أستاذ يونس نعم أستاذ. لا أدري هل كنت يعني تستمع إلى أجوبة أو جوابين الأستاذ حليمة والأستاذ أمجد حول العالم الذي نعيشه الآن. هو عالم مادي طغت عليه المادة وطغت عليه كل ما هو تكنولوجي. كيف أنت كشاعر تعيش حالتك الوجودية والشعرية في هذا العالم؟ كيف تتخلص من تلك يعني هذا الحصار المادي الذي نعيشه نحن؟ معي يونس. كان عليك أن تسألني هل تتجاوب مع هذا الحصار؟ معليش، جاوب عن السؤال الذي تريد. أنا حاب نسمع يا أستاذ يونس، نحن نريد أن نسمعك فقط، نريد نعرف وجهات نظرك صديقي. هذا هو جوابي كان بسؤال أستاذ عبد الوهاب. هل يمكن
جوابك هل يمكن؟ جوابي كان سؤال أستاذ عبد الوهاب، قلت لك معليش عود لي السؤال، عود لي السؤال أستاذ فقط، عود لي السؤال، جوابك الذي صغته في شكل سؤال عوده بارك باش نسمع. كان عليك أن تسألني هل أتجاوب مع هذا الحصار الذي ذكرته؟ طيب هل تتجاوز مع هذا الحصار الذي الحصار المادي الذي نعيشه الآن؟ أم لا والله تشعر؟ لا أهتم أستاذ عبد الوهاب، لا تهتم بما نعيشه الآن، يعني لا تهتم بتحولات العالم، يعني الآن يعني لا أدري كيف يمكن لشاعر بسهولة أن يتجاوز ما يعيشه أو تحولات الإنسانية، أو هو في الأخير هو إنسان. عندنا نظرة تشاؤمية أستاذ عبد الوهاب، نظرة تشاؤمية حول العالم طبعا، ولكن التشاؤم في الأخير هو خطاب أيضا، يعني التشاؤم بسبب ماذا ولماذا ولماذا نتشاؤم؟ التشاؤم هو في الأخير وجهة نظر أيضا تقرأ وتسمع ويعبر عنها وتكتب بها كتب كثيرة. كافكا عندما كتب تلك الرواية الكابوسية لم يكن كافكا يريد أن يكتب لأنه يعيش نوع من الملل أو نوع من الكسل، كافكا كان يريد أن يقول أن الحياة الآن في تلك الفترة في بداية القرن أن الحياة تحولت الآن إلى بهذه القسوة، تحولت إلى كابوس، فكتب لنا مثلا التحول الميتامورفوز، وكتب لنا أنا أقرأ يعني كثير من المضامين وأفهم عصر كافكا من خلال تشاؤمية كافكا. أما أن تكون التشاؤمية هكذا بدون خلفية معرفية أو بدون وجهة نظر من هذا العالم، التشاؤم هو وجهة نظر من العالم ومن تحولات العالم، ولكن أن يكون الإنسان متشائما بدون أو دون وجهة نظر عندها علاقة بالعالم الذي يعيش فيه، أنا لا أفهمها، يعني هذه نظرة منفصلة لا أستطيع أن أستوعبها، لا أقول أنها خاطئة، لا أخطئ، ربما ولكن أقول أنها غير مفهومة بالنسبة لي. نعطيك مثال آخر لكي يتضح المعنى. عندما يكتب مثلا شعر آخر أو روائي آخر، رواية أبحث لك مثلا الساعة 25، أيضا الأمر نفسه، مثلا أعطيك كثير من الأمثلة، أنه مثلا أعطيك مثال يكاد ينطبق على الحالة التي تعيشها الآن، وهي مثلا روايات ألبير قصيري. ألبير قصيري أو قصيري وهو روائي فرانكفوني مصري يكتب الفرنسية، وهو لم يشتغل أبدا في حياته إذا أسعفتني الذاكرة، هو كان روائي يمجد الكسل، قال أريد أن أموت في غرفتي في الفندق، لا يفعل شيء، يعني لا يقوم بشيء، عنده مجموعة من الأطيان مثل ما يقول المصريون في مزارع يكتريها، يعني يؤجرها لبعض الناس يشتغلون فيها، بذلك المال يعيش، لا يشتغل شيء. ألبير قصيري هو لا أقول مؤسس، هو يشتغل داخل فضاء الكسل، قال لهم أنا، ولكن كتب نصوص فيها الكثير من التشاؤم. طبعا هو مات في فندق، هو مثل ما أراد أن يموت مات، يعني فعلا كانت حياته فيها نوع من طيب نكمل لك الفكرة. ولكن ألبير قصيري عندما تقرأ له شحاذون ونبلاء، أنت أمام نص برغم النص عظيم، يعني نقل لنا الحالة. ألبير قصيري كان يشبه نصه، أقول ربما عندما كان يعيش تلك الحالة من الكسل ومن كذا، عبر عن رواية في رواية شحاذون ونبلاء عن شخصية أيضا تعيش نفس الحالة. أنا أستطيع أن أستوعب وجهة نظر ألبير قصيري من الحياة حين أقرأ ما يكتبه ألبير قصيري عن الحياة. تفضل. سأعمل على كتابة شيء يفسر لك ما لم يبدو لك واضحا عن الرؤية الشخصية لي. ربما سأشرح لك هذه الفكرة في كما قلت أنت في رواية ما. ملخص نظرتي أني لا أرى جدوى من الحياة هكذا ببساطة. هذا ملخص نظرتك إلى الشرح. أوكي شكرا صديقي يونس. شكرا صديقي يونس. في نهاية هذه اللقاء أشكر الأستاذة حليمة
قطاي على تدخلها وعلى شرحها وعلى استطراداتها سواء المعرفية الأكاديمية وعلى رؤيتها التي أضاءت لنا بها العديد من القضايا الغامرة. أشكر الأستاذ أمجد مكاوي أيضا على وجهة نظره، على رؤيته، على أفكاره، على أيضا وأيضا الأستاذة حليمة والأستاذ أمجد أيضا على قبولهما الدعوة، والأستاذ يونس السلطاني. ولو أني عندي عتب على الأستاذ يونس السلطاني، أنا أقول نريد أن نقرأك، وهو يقول أنا عندي مشكلة مع الحياة. أتمنى أن تصلح هذه، أو أن يكون هناك نوع من التوافق بينك وبين الحياة. نريد أن نقرأ في الأخير نصوصا جميلة لك أستاذ يونس. أشكر الأستاذة ربيحة حدور على هذا، على إدارتها للنقاش، ونتأسف يعني أنه الإنترنت لم تكن جيدة، نعتذر من الجميع الذين شاركونا في هذا اللقاء، نعتذر من جميع الذين تابعونا، نشكرهم أيضا على المتابعة، نشكرهم على تعليقاتهم. أنا قرأت التعليقات، وجدت أن أغلب التعليقات قد أجابوا عنها الكتاب أو عفوا الشعراء ولو ضمنيا داخل يعني أثناء تدخلاتهم. أحييكم، ونتمنى أن نلتقي مرة أخرى في ندوة جديدة، وننتظركم مرة أخرى، وأمسيتكم سعيدة. تحياتنا، صح، أمسية سعيدة. صحيت 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 سي أمجد، صحيت يا أستاذة حليمة، شكرا لكم، أمسية سعيدة. صحيح.